قضية اللاجئين لا تريدونها. من يتكلم زي ضيفك الكريم والتي يحلم ويوهم نفسه ويوهم شعبه أنه أنا وأمثالي جايين لهنا نقيم دولة يفتخر فيها كل يهود العالم والعالم يأخذ قدوة منها، جينا أقمنا هذه الدولة من أجل الانتحار الجماعي عندما يأتوا كل هؤلاء. هذا الوهم هو أكثر ضرر للشعب الفلسطيني، عندما يعي أنه ليس هناك إمكانية لمزاعم العودة من الأرض اللي لم تحتل منه بل الأردن، والأردن احتلت هذه الأرض يعني لم تقبل العالم، لم يقبل باحتلال الضفة الغربية من قبل الأردن لعلمك. فهم أصلا عندما ذكرت هذه القرارات التاريخية لم يتكلم القرار عن دولة فلسطينية، تكلموا عن كم دولة يهودية، وهذا يذكرني بقانون القومية اليهودية اليوم. لم يتكلموا عن دولة فلسطينية، تكلموا عن دولة عربية. وأصلا أقيمت الأردن من خلال اتفاقات سايكس بيكو وغيرها. ويعني لا أفهم لماذا هؤلاء يتمسكون بشيء، هم زي المدمنين للمخدرات يعيشين من خلال الدولارات وأكياس الطحين ولم ينهضوا لحد الآن وغدا إلى الاستقلالية القيام وبناء مستقبل لشعب استعب من قبل إخواني في الأمة العربية. هم يحلمون بشيء غير وارد ولم يطبق أبدا. تعقيب للسيد صلاح. سيد صلاح، استمعت مرة أخرى لما قاله السيد بيركو فيما يتعلق باللاجئين، وكأنه يقول بأنه لا يوجد حق للاجئين الفلسطينيين 5 ملايين أو 6 ملايين لاجئ. نعم. أسطورة النورة، هذه أسطورة ليس لها أي مصداقية. يا سيدي، كل إنسان ينكر قضية اللاجئين الفلسطينيين هو بعيد كل البعد عن كل القيم الأخلاقية والإنسانية والحضارية والتاريخية لشعب هجر وطرد من أرضه. هرب. الآن ما تفضل به الدكتور، وأنا يعني أربأ بوصف يعني ما وصف به اللاجئين بأنهم مش مثل الذين يتعاطون المخدرات، هذا الكلام مردود عليك، مردود عليك جملة وتفصيلا، لأنه الشعب الفلسطيني الذي هجر من أرضه يعيش مأساة إنسانية حقيقية في حد الأمة العربية. إذا كنتم أنتم في حد الأمة العربية، إذا كنتم نحن استوعبنا كل أفراد الشعب أنتم اليهودي إلى هذه الأرض وساعدناهم وأقمنا لهم بيوت، لماذا الأمة العربية لا تقبل ذلك بالفلسطينيين؟ إذا كنتم أنتم بجبروتكم وبقوتكم وبسلطتكم تعتقدون، أنتم الواهمون تعتقدون بأن هذه السلطة وهذه القوة ستدوم. لا يا سيدي، هذه القوة وهذه السلطة ستزول. تعلموا من التاريخ، استوعبوا دروس التاريخ. يجب عليكم أن تقروا بحقيقة وجود شعب فلسطيني هجر من أرضه. أنا بدي أعود في الموضوع هذا لكوشنير اللي طفل. طرح انه قضيه اللاجئين الفلسطينيين يعني هو يعني يشبه قضيه اللاجئين الفلسطينيين كالهنود الحمر الذين كانوا اصحاب الارض في الولايات المتحده الامريكيه، وهم انهوهم وصفوهم. هو يعتقد واهم ايضا بانه يستطيع تصفيه اللاجئين، قضية اللاجئين الفلسطينيين، كما أنهوا قضية الهنود الحمر أصحاب الأرض الأصليين في الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم الشعار المرفوع بنيويورك هو تمثال الحرية. بما يصرح به كوشنير أنا أقول له أنت تستبدل تمثال الحرية بتمثال الظلم والاستبداد، وتعتقد واهما أنك أنت أعظم قوة على الكرة الأرضية سوف تنتهي وتزول إلى مزابل التاريخ.